السلام الله عليكم، برحب بحضراتكم حلقة جديدة من حديث الأخبار هنخصصها لمناقشة الجهود المصرية لتهدئة في الأراضي الفلسطينية وثوابت الموقف المصري اللي تم التأكيد عليها بوضوح خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. أيضا هنستعرض جهود مصر ومواقفها الدعم للحق الفلسطيني على مدار تاريخ هذه القضية. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع، وشدد الرئيس خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية التي من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط. الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب أنه يتجاوز رد الفعل لحق الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث من 9 أيام كان كتير وصعب، مفيش كلام، وإحنا ندين مفيش كلام، لكن أيضا لازم نعرف إن في عبارة عن تراكم من حالات الغضب والكراهية ترتبط على مدى أكثر من 40 سنة، إن مفيش أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أمل للفلسطينيين. يمكن حد يسأل هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على إيجاد مخرج للأزمة الحالية؟ احنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبة لإيقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى ليها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. احنا بنبذل جهدنا أولا لاحتواء الموقف وعدم دخول أطراف أخرى إلى الصراع. كمان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن رد فعل إسرائيل تجاوز حق الدفاع عن النفس ووصل إلى حد العقاب الجماعي، مشددا على أن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، وأشار إلى أن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب. كما أكد الرئيس ضرورة تسهيل إيصال المساعدات لقطاع غزة للتخفيف عن سكان القطاع، لأن الموجة اللي اتشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدا، وإحنا محتاجين إن إحنا نتحرك وبقوة وبعزم زي ما ذكرت لكم. مهم جدا جدا إن إحنا نخفض التوتر وأيضا نيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، لأن النهاردة إحنا بنتكلم على قطاع محاصر، لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهاردة ابتدت في أزمة خبز تتداعي. أنا بقول الكلام ده لأن إحنا محتاجين نسمع الكلام ده من بعضنا. أنتم موجودين هنا في المنطقة عشان تسمعونا إحنا المعنيين بالقضية والعالمين إلى حد ما بأسباب الأزمات دي. We'll be right back.
مزيد من التفاصيل بينضم لنا عبر الهاتف الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. برحب بحضرتك دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك. بداية، كيف تابعت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم؟ نعم، يعني هذا اللقاء هو لقاء مهم بالتأكيد. صحيح أنه يأتي في إطار جولة لوزير الخارجية الأمريكي يعني بلينكين في المنطقة، لكن بالتأكيد عندما يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا يعتبر لقاء يعني شديد الأهمية لأكثر من سبب. السبب الأول يتعلق بطبيعة اللحظة الراهنة في ضوء الأزمة الخطيرة التي تجري في قطاع غزة الآن، وبالنظر أيضا إلى طبيعة الدور المصري وعلاقته التاريخية بالأزمة بالقضية الفلسطينية بشكل عام، وبموجات التصعيد التي شهدتها يعني العلاقات بين إسرائيل والقوى الفلسطينية في مراحل مختلفة، والتي أثبتت جميعها أهمية الدور المصري وأنه دور لا غنى عنه بأي شكل من الأشكال بالنسبة لجميع الأطراف، سواء الأطراف المباشرين في هذه الأزمة أو فيما يتعلق بالأطراف أو القوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. مصر هي التي لعبت الدور الرئيسي في الخروج من أزمات عدة نيابة عن قوى دولية، يعني حتى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية كانت مشغولة بقضايا أخرى وبصراعات على قمة النظام الدولي، كانت مصر هي التي تتولى في كل مرة مساعدة الأطراف على الخروج من الأزمة. نفس الأمر الآن، مصر منذ اليوم الأول لبدء الأزمة الحالية طرحت رؤيتها وتصورها للخروج من هذه الأزمة، بل إنها حذرت من أننا في اتجاه يعني حدوث أزمة كبيرة بسبب يعني الطريقة التي تم بها التعامل مع الأزمات السابقة، وهو اللف في دوران إدارة الصراع والهدن وغيرها من الطرق المختلفة للتعامل مع القضية الفلسطينية. حان الوقت لكي يعني يكون هناك اقتراب مختلف، وهذا ما أكدت عليه مصر اليوم يعني خاصة من خلال القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن القومي. يعني رسائل مباشرة اليوم الرئيس السيسي خلال هذا الحوار تحدث عن أنه رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي، كيف رأيت هذه الرسالة؟ هذا توصيف دقيق جدا. كما نعلم يعني بعد ما حدث في 7 أكتوبر الماضي يعني كان من المتوقع أن يكون هناك رد إسرائيلي وفقا للحسابات الإسرائيلية بالتأكيد، لكن ما حدث يعني من رد فعل إسرائيلي على قطاع غزة تجاوز بكل يعني ما تعنيه الكلمة، تجاوز حق الرد وتجاوز يعني حق القانون الدولي الإنساني. تحول الأمر من صراع بين إسرائيل أو السلطات الإسرائيلية وبين الفصائل الفلسطينية إلى صراع بين يعني إسرائيل وقطاع غزة بالكامل، صراع بين إسرائيل وبين الشعب الفلسطيني. تحول الأمر إلى تدمير كامل، وكأن إسرائيل أرادت أن تصدر للعالم بأنها يعني بصور التدمير اللا إنساني والتدمير الموسع لكل ما هو يعني داخل قطاع غزة، سواء عمران أو بنية تحتية أو مستشفيات. أو في الحقيقة يعني الرد الفعل الإسرائيلي تجاوز مسألة الصراع مع فصائل فلسطينية، رغم ما 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 يعني ما تمتلكه هذه الفصائل من الحق في الدفاع عن القضية الفلسطينية، لكن رد الفعل الإسرائيلي اتسم بدرجة كبيرة من القسوة، التجاوز قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بشكل عام، تحول إلى عقاب جماعي للشعب لسكان قطاع غزة. في الحقيقة أمور كثيرة يعني بعض المفردات استخدمتها حتى يعني منظمات دولية، يعني المنظمات أممية ودولية والأمم المتحدة نفسها استخدمت تعبيرات في منتهى الخطورة في وصف ما تقوم به إسرائيل من يعني أمور شديدة الخطورة ضد سكان قطاع غزة. الأمر يعني وصل إلى حد ضرورة البحث، أو أن الأمر أصبح يتجاوز مجرد يعني رد الفعل عما حدث في 7 أكتوبر إلى أهداف أخرى أوسع نطاقا من مسألة الرد، وصل إلى حد تطبيق أو محاولة تطبيق مشروع للتهجير القسري من قطاع غزة.
تغيير الطابع الديموغرافي او يعني في قطاع غزه، يعني امور كثيره جدا للاسف الشديد يمكن يعني الحديث عنها في ضوء طبيعه الرد الاسرائيلي. ربما الرواية الإسرائيلية انتشرت بشكل واسع. رئيس اليوم في حديثه لوزير الخارجية الأمريكية أشار لوجوب الاستماع للمعنيين بالقضية والعالمين بها. نقطة مهمة دكتور محمد. صحيح، نقطة مهمة جدا. إسرائيل حاولت أن تصدر للعالم سردية خاصة بها، سردية تتعلق بمقام ما حدث في 7 أكتوبر، سردية تتعلق بتوصيف القوى الفلسطينية، سردية تتحدث عن يعني حقها في الرد يتجاوز القانون الدولي، وهذه السردية للأسف الشديد وجدت من يستمع إليها داخل يعني مؤسسات صنع قرار أمريكية وغربية وأوروبية بشكل عام، وجدت من يستمع إليها أيضا في الصحافة الغربية وفي وسائل الإعلام الغربية. لاحظنا أن هناك فجوة ضخمة بين الواقع ما يحدث على الأرض وبين ما تقدمه الوسائل الإعلام الغربية. السردية الإسرائيلية نجحت في الأيام الأولى لتصدير نفسها كأنها هي السردية الوحيدة، لكن الإعلام العربي نجح بشكل كبير جدا في الأيام الأخيرة خاصة في الدفاع عن سردية أخرى، هي السردية العربية، السردية الفلسطينية التي تقوم على أو تركز على خطورة ما تقوم به إسرائيل على الأرض، أن هناك مشاريع أو أن هناك أهداف يعني غير معلنة للتحركات الإسرائيلية في قطاع غزة، وبالتالي أعتقد أنه الأمور اتزنت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الأخيرة بفعل وبجهد الإعلام المصري والإعلام العربي، ساهم بشكل كبير في تحقيق درجة من التوازن ولو كانت يعني حتى محدودة، لكن أدت إلى حلحلة السردية الإسرائيلية من يعني سيطرتها على الإعلام الغربي وغيره. ولاحظنا بناء على ذلك، لاحظنا أيضا أن هناك تحرك في بعض التصريحات من بعض الدول خاصة كندا، صدور بيان عن أعضاء من الكونغرس الأمريكي، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لاحظنا تغير. وهذا في رأيي جاء بفعل عاملين. العامل الأول هو الموقف المصري الواضح والثابت فيما يتعلق بالتعامل مع قطاع غزة وخطورة ما تقوم به إسرائيل، وتمسك مصر بضرورة فتح ممرات إنسانية لتوصيل الجهود الإغاثية وتوصيل المساعدات. يعني النقطة مهمة هتكلم مع حضرتك عنها، فكرة توصيل المساعدات والدور المصري، لكن في نفس إطار الصورة الحقيقية علك تابعت، الرئيس أصر أنه يذكر بعض الأرقام الحقيقية للضحايا من الشعب الفلسطيني إلى جوار أيضا المصابين من الإسرائيليين. نعم، هذا صحيح، هذا كان جزء كبير من محاولة مصر والقيادة السياسية المصرية تصحيح هذه السردية الإسرائيلية، لأنها هذه السردية انتشرت بشكل كبير بفعل الدعم المطلق الذي حظيت به إسرائيل يعني بعد يعني منذ بدء الأزمة. السردية الإسرائيلية أيضا يعني كان بها درجة كبيرة من الزيف فيما يتعلق بما تعرضت له في 7 أكتوبر، كان هناك يعني بعض الأمور المعلومات التي قدمها الإعلام الإسرائيلي وقدمتها الحكومة الإسرائيلية، لكن ثبت زيفها من داخل إسرائيل نفسها. بالإضافة إلى ذلك كان هناك يعني بعض التناقضات في المطالب الإسرائيلية، كان يتم مطالبة سكان غزة بالنزوح من الشمال إلى الجنوب، وفي نفس الوقت وتتحدث عن أن هناك بعض المناطق الأمنة أو مناطق أمنة في الجنوب، لكن في نفس الوقت كان يتم يعني ضرب مناطق في الجنوب. فبالتالي هذه السردية الإسرائيلية كانت تحتاج إلى جهد ضخم للتأكيد على أنها سردية تحوي الكثير من التناقضات وتحوي الكثير أيضا من المغالطات، وهذا ما قامت به مصر فيما يتعلق بالبيانات التي صدرت عن وزارة الخارجية المصرية، لعبت دورا في هذا الإطار. الإعلام المصري أيضا لعب دورا مهما في هذا الإطار، بل أنه لعب دورا في دفع يعني بعض المواقف الدولية إلى المراجعة وإلى التغيير. دكتور محمد، لو تحدثنا عن الدور المصري والتحركات المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار وطبعا إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
يعني هذا موقف يعني ثابت، ليس وليد اللحظة وليس وليدا لهذه الأزمة، لكن هو دور تاريخي ومهم وأصيل، ليس لا يرتبط فقط بعلاقة مصر بالقضية الفلسطينية، لكن هو جزء أيضا من واحد من السمات الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، وهو البعد الإنساني. مصر لعبت دورا إنسانيا في مساعدة كل الدول التي مرت بأزمات في المنطقة، بل لا ينطبق فقط على الأشقاء في السودان أو في دول أخرى عربية، لكن حتى دول غير عربية أيضا كانت علاقاتنا معها تتسم بدرجة من التوتر، ومع ذلك مصر أعلت من القيم الإنسانية والمبادئ الإنسانية في التعامل مع هذه الأزمات. فما بالنا بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين الذين وهم يعني يعانون من مشكلات ضخمة في العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي عندما تتحدث مصر أو تتمسك بضرورة فتح ممرات لدخول المساعدات والجهود الإغاثية المصرية والدولية، وأن تتحول مصر هنا إلى نقطة ارتكاز لتوصيل هذه المساعدات إلى داخل قطاع غزة، لكن هذا ليس يعني جديدا على السياسة الخارجية المصرية، لكن مصر في رأيي يعني تمسكت أيضا بالحفاظ على يعني المبدأين الرئيسيين. المبدأ الأول هو الإصرار على مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في هذه الأزمة، وفي نفس الوقت ومع نفس هذا المبدأ الحفاظ على القضية الفلسطينية أيضا. وهذا يفسر لماذا تمسكت مصر برفض قاطع لمسألة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، حتى وإن كان يعني المقترح من جانب البعض هو دخولهم إلى مصر. هذا سيكون على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب حق الفلسطينيين في الحفاظ على أرضهم، لأنه التمسك بالأرض هو واحد من الشروط الأساسية للحفاظ على القضية الفلسطينية. وهذا ما يفسر لماذا أدرك الأشقاء الفلسطينيين أنفسهم أهمية هذه النقطة. وبالتالي لاحظنا ليس فقط دول عربية تعيد التأكيد على هذا الخطر وهذا الموقف المصري، لكن أيضا حتى الأشقاء الفلسطينيين أنفسهم في هذه الأزمة أعادوا التأكيد على صواب القرار المصري. لاحظنا بيانات صدرت عن حركة حماس أكدت على هذا، على صواب القرار المصري وأهميته، بالتصريحات التي صدرت عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أكد على صواب القرار المصري وتمسك أيضا تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه. فبالتالي هنا الموقف المصري هنا موقف لا يقوم فقط على مسألة أن هذا أمر التهجير القسري لا يجوز ولا يجب أن يتم على حساب دول الجوار أو دول في المنطقة من حيث المبدأ، لكن هو أيضا أمر يتعلق بخطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية في هذه اللحظة. وهذا ما يفسر تمسك مصر بعدم فتح معبر رفح لأي سبب إلا لدخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، وتحول مصر إلى يعني نقطة ارتكاز لدخول هذه المساعدات. وهذا يفسر لنا لماذا الاستعداد الضخم في مطار العريش لتجميع الجهود الإغاثية سواء من مصر أو من جانب دول شقيقة أو الدول التي المعنية بالقضية الفلسطينية استعدادا للحظة دخول هذه المساعدات بإذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على هذا الشرح الوافي. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد. طيب فصل قصير ومن بعده نستكمل حديث الأخبار. أهلا بكم. ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، حيث جرى التباحث حول تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، وقد تم التوافق في هذا الشأن حول تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادا أوسع تزيد من تعقيد الموقف. كما استعرض الرئيس نتائج الاتصالات التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود التهدئة وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
النهارده اجتمع مجلس الامن القومي برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا وفقا للدستور بينشا مجلس الامن القومي برئاسه رئيس الجمهوريه وعضويه رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخليه والخارجيه والماليه والعدل والصحه والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامه ورئيس لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس النواب. بيختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي. للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله. إذن فاصل قصير من بعده نعود مع فقرتنا الرئيسية في هذه الليلة من حديث الأخبار. مرحبا بحضراتكم مرة أخرى. تواصل مصر جهودها المكثفة التي لا تتوقف لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف التصعيد العسكري المتصاعد في قطاع غزة. في نفس الوقت التنسيق مع جميع المنظمات والهيئات الدولية من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية من جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يأتي من ثوابت الموقف المصري واللي تم التعبير عنه بوضوح خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. للحديث أكثر عن آخر التطورات في هذا الشأن اسمحوا لي أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسلام عفيفي. مرحبا بحضرتك أستاذ إسلام. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. يعني من ختام هذه المقدمة، لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي، بأي عين رأيت هذا اللقاء؟ يعني أعتقد أن رسائل مصر كانت واضحة حتى قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي ولقائه بالسيد الرئيس اليوم. كانت رسائل مصر واضحة فيما يتعلق بالأزمة وأسبابها وأسباب الانفجار الذي حدث والضغط على الفلسطينيين على مدار فترة طويلة والاستفزازات المستمرة، وبالتالي حدث ما حدث في 7 أكتوبر الماضي. يعني ولكن مصر أيضا التي تطالب بالتهدئة والتي تطالب بعدم التصعيد والتي تطالب بعدم اتساع الصراع والمواجهات ودخول أطراف أخرى، ومصر تسعى بجدية كبيرة جدا للحيلولة دون اتساع هذا الصراع أو إطالة أمده، لكن أيضا مصر كانت واضحة لا تتحدث بلغة دبلوماسية تحمل إبهام أو غموض أو ألغاز. مصر كانت واضحة ووضعت القضية منذ البداية الدبلوماسية الرئاسية تتحرك بكثافة وبدأب شديد جدا لإيضاح الموقف المصري والعربي والفلسطيني من القضية بكل تفاصيلها وبكل عناصرها أولا. ثانيا، ما قاله السيد الرئيس اليوم كان كاشفا وواضحا بشدة، رسائل محددة واضحة إن غياب الأفق السياسي، غياب الأفق التفاوضي، غياب الأفق الذي يمكن من خلاله فتح يعني آفاق المستقبل والأمل لدى الفلسطينيين بأن هناك دولة تنتظرهم من خلال المفاوضات والحصول على حقوقهم، ده السبب الرئيسي. والرئيس دائما بيتكلم في نفس هذا الإطار، هي ثوابت في السياسة المصرية، ثوابت دائمة ولا تحيد عنها القيادة السياسية، وبوضوح شديد كان الكلام.
أما إذا كانت هناك كلام على أن اليهود يعانون من أزمات على مدار تاريخ فلم نكن طرفا على الإطلاق، وكان هذا الكلام يعني الرئيس تحدث فيه عن التاريخ والماضي، نبرئ ساحتنا من أي أحداث جرت بعيدا عنا تماما، ولا يمكن نحن ندفع ثمن يعني أفعال آخرين أو أن تمارس علينا ما مورس ضد الإسرائيليين أو ضد اليهود، تحديد ضد اليهود عشان يكون أكثر دقة وتحديدا. فما يمارسه ما تمارسه إسرائيل اليوم يعني الآن إسرائيل الآن تمارس ما تزعم أنه حدث معها قبل ذلك، تطهير عرقي ليس أقل من هذا التوصيف، ولا يعني مش ده اللي احنا بنقوله، بس يعني إذا كان السيد الرئيس قال هذا الكلام اليوم بنتكلم فيه أن العقاب جماعي، وكان الرئيس الأوروبية بيصحح الصورة للإعلام الغربي اللي بينقل طبعا هذا اللقاء. الإعلام الغربي كان انحياز شديد جدا في بداية الأزمة، اليوم بدأت هناك لغة إلى حد ما منصفة، إلى حد ما تطالب برفع الحصار عن غزة، غزة المحاصرة. نحن يعني أوضحنا الصورة كقيادة سياسية ورسائلنا للعالم كله أن حصار غزة لن يفيد في شيء، منع الكهرباء ومنع الطاقة، منع الغذاء عن الفلسطينيين. تتحدث عن الغذاء أستاذ إسلام، اسمح لي ناخد مداخلة في هذا الإطار، بينضم لنا طبعا حول جهود حزب حماة الوطن في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. سيادة اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك، تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج وقناة إكسترا. برحب بحضرتك، وكلمني عن ما يقوم به الحزب الآن لدعم الإخوة هناك في فلسطين. طبعا بنتحدث عن المساعدات الطبية الغذائية وما إلى ذلك. الحقيقة الحزب منذ 9 أيام منذ بدء الأزمة مع أشقائنا في غزة والاعتداء اللي تم من إسرائيل على القطاع وعلى المواطنين، والحزب وعلى رأسه السيد رئيس الحزب الفريق جلال هريدي في حالة من الاستنفار لكافة أعضاء الحزب على مستوى المحافظات كلها. وتمت إدانة من الحزب ومن كافة نواب الحزب سواء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب وكافة اللجان المنعقدة بإدانة ما يتم من الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بتعدي وتهجير للفلسطينيين بمحاولة إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية على حساب طبعا المدنيين اللي متواجدين في غزة. احنا لو نظرنا طبعا لحديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، يعني يمكن السيد الرئيس اتكلم في دقائق شرح الموقف متكامل من الكيان الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين ومحاولة لتصفية القضية في خلال الأيام المعدودة السابقة ديت على حساب هذا الشعب وعلى حساب دول أخرى منها مصر طبعا. احنا حالة الاستنفار دي خلت كافة أعضاء حزب حماة الوطن على مستوى الجمهورية شكلوا قافلة ضخمة جدا الحمد لله بإمدادات لأشقائنا في غزة. القافلة دي عدد كبير من الأطنان الغذائية وعدد كبير من الأطنان الخاصة بالمواد الطبية وعدد برضو كبير جدا آلاف من الأغطية الخاصة سواء بطاطين أو أنحفة. يعني في كميات كبيرة جدا من الدعم. يمكن احنا حركنا هذه القافلة وحتى الآن يعني بنتلقى مساعدات كبيرة جدا، ممكن نعمل أكثر من قافلة خلال هذه الأيام. الحزب في حالة من الاستنفار، ويمكن القطاع في غزة تعرض لأكثر من مرة لاعتداءات إسرائيلية. نعم. كل مرة لو تلاحظ حضرتك كانت بتبقى منظمة وبيتم التوجيه، حتى لو في قصف بيبقى بأسلوب منظم من إسرائيل وبيتم توعية وإرشاد الناس لإخلاء بعض الأماكن بحجة إن هما بيستهدفوا حماس أو كده
لكن هذه المرة يعني احنا شايفين يعني تعامل مع الموقف بأسلوب همجي جدا جدا، تصفية للشعب الفلسطيني زي يعني حالة من التخلص من الشعب. احنا بنرى مدن متكاملة في قطاع غزة على ما يعني تحس انها قريبة جدا من اللي بيحصل في الحرب الروسية الأوكرانية. دمار رهيب جدا وتصفية. طب دول قوتين بيتحاربوا مع بعض، لكن إسرائيل بتحارب مين؟ يعني شعب أعزل، مدنيين. إذا كان في حماس، حماس يعني دول أعداد قليلة جدا لا تتناسب في القوة مع الكيان الإسرائيلي. نعم. والحرب عبارة عن حرب جوية رهيبة جدا، يعني يعني ما حصلش مثلها خلال الأزمات السابقة. الغرض منها تصفية القضية وتصفية الشعب الفلسطيني وتعريض الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري بالأخص لأزمة كبيرة جدا. والسيد الرئيس بحكمته طبعا قادر يتعامل مع هذه الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن، وفي تصريحاته في أكثر من موقف إن لن يتم تنازل مصر عن القضية الفلسطينية، لأنها هذه القضية على رأس أولويات الأمن القومي المصري، وهي القضية الجوهرية طبعا. والرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يذكر هذه النقاط بشكل لا يحتمل التأويل. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، كنت معي هاتفيا من القاهرة. يعني في نفس الإطار، فكرة التطهير العرقي وإبادة وإنهاء القضية الفلسطينية برمتها، وأنا حابب أستخدم هذه الصياغة المصرية الصرفة، إنهاء القضية، تصفية القضية، هكذا تحدث الرئيس بكل الوضوح وزي ما قلت لحضرتك بدون مواربة كما يقولون، بلغة لا تحتمل التأويل، بلغة واضحة يعني جدا. ونفس الجملة دي استخدمت في الاحتفال في الكليات العسكرية. والحقيقة أن يعني مصر بتتحرك أمام العالم كله مع شركائها الإقليميين والدوليين، ولكن نحن يعني أعتقد أن مصر هي الدولة المعنية الأكثر بالقضية الفلسطينية منذ 48 حتى الآن. وبالتالي نحن نتحدث يعني بندعو المجتمع الدولي والقوى الدولية إلى القاهرة لعقد مؤتمر دولي للسلام، هكذا تحدث الرئيس ودعا إلى عقد مثل هذا المؤتمر، لأن بدون فتح أفق للتفاوض والمسار السلمي وفتح باب المفاوضات ما بين الطرفين، أن تعطي الأمل لطرف هو يعني بمقدرات التسليح وغيره هو الأضعف، الجانب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية هي تسعى لأن تسمع العالم صوتها وأن لها مطالب مشروعة ومطالب عادلة، مطالب أقرتها الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ويتم التغاضي ويتم غض الطرف. العالم لا يسمع إلا يعني إلا أصوات المدافع الآن والأصوات يعني الضحايا والأبرياء، ونرى المآسي على يعني من الجانب الفلسطيني الآن، يعني غزة تباد، حالة الجمود تصل لمرحلة الانفجار، وده حذرت منه دايما الإدارة المصرية، وده اللي يعني سيادة الرئيس اتكلم فيه اليوم وما قبل اليوم منذ اندلاع الأزمة. مسألة التصعيد لن يكون هناك رابح ولن يستفيد من هذا التصعيد أحد، وبالتالي مصر كمان بتسعى إلى فكرة يعني التخفيف على أهلنا في غزة بإدخال المساعدات والمواد الإغاثية. بنتكلم في 106 قاطرة مصرية من التحالف الوطني الأهلي استجابة لدعوة السيد الرئيس، وأيضا يعني الحملة الكبيرة جدا للتبرع بالدم اللي تم إطلاقها أيضا من مصر لإغاثة أهلنا في غزة. أعتقد التحركات المصرية طبقا لزميلنا عوض الغنام في العريش مراسل إكسترا نيوز، السيارات والمحملة بهذه الأشياء تقف على مسافة كيلومترات، هنا عدد كبيرة جدا يعني. وهنا بمصر يعني آخر اتصال الآن ما بين الرئيس السيد الرئيس السيد الرئيس ورئيس وزراء اليونان يتحدث عن كيفية ميتسوتاكس منذ قليل كيفية دخول هذه المواد الإغاثية عن طريق الأمم المتحدة والصليب الأحمر
يعني أعتقد أن الضمير الإنساني العالمي لا يمكن أنه يصمت على إبادة جماعية بهذا الشكل على مرأة ومسمع من العالم كله. هذا ما تسعى إليه مصر، يعني مسألة التخفيف عن أهلنا في غزة بشكل حقيقي وواقعي، بعيدا يعني بجانب التحركات الدبلوماسية المكثفة اللي يعني بدأت منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة. هذه التحركات بالتحديد أستاذ إسلام، وحضرتك عرّكت على مكالمة الرئيس مع سيد كرياكوس ميتسوتاكس رئيس الوزراء اليونان، كيف ترى هذا الدور المحوري المهم؟ وكأنه الظروف والتاريخ والجغرافيا تقول للجميع هنا القاهرة. طبعا هنا القاهرة، لأن مصر دولة محورية، القاهرة هي شريكة في صناعة القرار العربي والإقليمي والدولي، وإذا تحدثنا عن القضية الفلسطينية فنحن أول من يتحدث ومن يسمع لهم يعني، والقاهرة هي صاحبة يعني الرأي والعقل في هذه المسألة تماما، هي صاحبة المسؤولية القومية والتاريخية عن القضية الفلسطينية بشكل أساسي، يعني بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا وبحكم المسؤولية القومية وبحكم الدم الذي نزف من أجل فلسطين على مدار حروب من 48 و 56 67 73 الآن نتبرع لهم بالدم، فدم المصريين يجري في شرايين الفلسطينيين، حتى يعني في شرايين فلسطين والفلسطينيين أيضا. وبالتالي يعني الاتصالات الدبلوماسية اللي بتحصل الآن، صحيح في محاولات لشيطنة غزة كلها وتحويلها إلى وكأنها كل أهل غزة مجرمون وإرهابيون وأوصاف من هذا القبيل، يعني هذه المحاولات يعني أعتقد أن الإعلام العربي وفي قلبه الإعلام المصري يعني كشف هذه الأمور، ونجد الآن يعني في عواصم كثيرة وفي مدن كثيرة غربية تخرج مظاهرات بعدما تم يعني كشف الأمور، وأن فلسطين أو غزة تتعرض ل عقاب جماعي وجريمة حرب يعني من طراز يعني لا يمكن ان احنا نغض الطرف عنها. ده كله نتيجة تحركات دبلوماسية، نتيجة اعلام يقوم بدوره بشكل كبير جدا، اعلام مصري يعني يتصدى بقوة وخطاب اعلامي عاقل، و مش هقول ان هو يعني هو موضوعي بالاساس، يعني نحن نعرض ما يجري على الارض من تدمير ومن استهداف لاطفال ومن استهداف للابرياء ومدارس ومستشفيات ومقدرات وتنميه يعني بنيه اساسيه. نقدر نقول اعلام مهني وطني. اعلام مهني وطني وشريف يعرض الحقائق. اشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اسلام عفيفي، شرفتني في هذه الليله. شكرك. من حديث الاخبار، زي ما قلنا هنا القاهره، هنا يأتي الجميع لننظر ماذا سنفعل في مستقبل هذه المنطقة، علّه يأتي غدا بسلام يعم الجميع. وكما قيل من دمشق هنا القاهرة، من هنا نقول من القاهرة هنا غزة، هنا القدس، هنا فلسطين. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي محمد الرميحي، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.